ريال مدريد بيصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه عشان يواجه فريق بروسيا دورتموند الألماني في مباراة كبيرة جدا هتجمع الفريقين. معاكم أحمد سمير، اعملوا لايك وسبسكرايب اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. كتيبة كارلو أنشيلوتي قدموا مباراة كبيرة جدا أمام بايرن ميونخ تحت أنظار جماهيرهم في استاد سانتياغو برنابيو. ريال مدريد كان متأخر بهدف دون رد لحد الدقيقة 86، وكان رجل المباراة هو واحد بس، مانويل نوير، اللي تصدى لكل هجمات ريال مدريد ولوحده. وهنا خوسيه لويس أو خوسيلو زي ما بيلقبوه جماهير ريال مدريد كان ليه رأي تاني، أحرز هدف التعادل من غلطة من مانويل نوير، وبعد كده أحرز الفوز لريال مدريد عشان يأهل ريال مدريد للمباراة النهائية. خوسيلو بقى ده ليه قصة تانية. خوسيلو أصلا جاء عارة ريال مدريد 1.5 مليون يورو لسنة واحدة بس، وكان هو السبب الرئيسي في تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية. مش كده وبس، خوسيلو ده في 2022 راح يشجع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا كأحد مشجعي ريال مدريد على مستوى العالم، وما كانش يعرف أن القدر شايل له أن هو يوجه دفة ريال مدريد للمباراة النهائية بدوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند. كتيبة كارلو أنشيلوتي كالعادة خرجت مانشستر سيتي، والنهاردة بتخرج بايرن ميونخ، بتقدم كل شيء في كرة القدم. ريال مدريد بيثبت يوم بعد يوم ان هو عراب الكرة الأوروبية، وان مفيش فريق في أوروبا أو في العالم يقدر يقف قصاده. رجل المباراة خدها فينيسيوس بـ8 من 10 كرجل مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد، مع اني اعتقد ان خوسيلو كان لازم هو يكون رجل المباراة، ولو مش هو يكون مانويل نوير. فريق بروسيا دورتموند لعب قصاد ريال مدريد 14 لقاء، فاز ريال مدريد بـ6 لقاءات، أما بروسيا دورتموند ففاز بـ3، وخمس لقاءات ما بين الفريقين انتهوا بالتعادل. تفتكروا اللقاء المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا هيكون مين الفايز؟ هل بروسيا دورتموند هيعوض الموسم الكارثي بتاعه ويفوز بلقب دوري الأبطال، ولا ريال مدريد هيهيمن ويسيطر بياخد الدوري ودوري الأبطال، وده الطبيعي بتاع ريال مدريد؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، بتتمنوا مين يفوز في النهائي، ريال مدريد ولا بروسيا دورتموند؟ واكتبوا لنا توقعاتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس. سلام.